على هذا الدعم لهذه الرياضة. إذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام على بركة الله وتوفيقه ينطلق هذا الشوط، الشوط الرابع للقعدان المفاريد، ومسافتنا هي 1500 متر التي تعلن عن اندفاعك وانطلاقك هذه الأسماء الكبيرة والمنطلقة والمندفعة في هذا الشوط. بداية النسير مع المركز الأول ومع مقدمة الشوط مع جبار يمن يسير مع المركز الأول عاطف بلافي العنزي ويتواجد مع المركز الأول وترشيح عاطف بن زيدان البلوي، من ينطلق مع جبار مع المركز الأول عاطف بلافي العنزي، والمركز الثاني سبحان وعطالله بن سعيد الحويطي، والمركز الثالث التدخل من الجانب الأيمن في هذه اللحظات، من يسير ويتقدم من الجانب الأيمن في هذه اللحظات، هناك من الجانب الأيمن حامل للرقم اعتقد 2 رقم غير واضح، اعتقد انه الكايد ومشعل بن سالم العطوي مع من يتسلل وينطلق مع المركز الاول، بالفعل هو الكايد ومشعل بن سالم العطوي، ويتواجد المضمر محمد بن سالم العطوي في عملية التضمير. اما المركز الثاني هنالك جبار وعاطف باللافي العنزي، والمركز الثالث في هذه اللحظات من يصل في هذه اللحظات؟ ابراهيم دخيل الله، ابراهيم بن دخيل الله البلوي، من يتواجد ويتواصل مع المركز الثالث والمركز الرابع في هذه اللحظات سمحان وعبد الله بن سعيد الحويطي، والمركز الخامس في هذه اللحظات يصل في هذه اللحظات أبناء الشيخ سعود بن حرب العطوي مع خامس التحديات. هذه النتيجة للمراكز الأولى. نعود وإياكم إلى مقدمة الشوط مع جبار، يا جبار جبار انطلق مع المركز الأول، جبار يسير مع المركز الأول عاطف بالله العنزي، ما شاء الله وتبارك الله، أصدرت الأوامر على جبار وانطلق وانفرد مع مقدمة الشوط. تهانينا والناموس لعاطف بالله العنزي على الفوز المركز الأول. المركز الثاني سبحان عطالة بن سعيد الحويطي، المركز الثالث محمد بن حمد بن مرسان الهاجر، المركز الرابع أبناء الشيخ سعود بن حرب العطوي، المركز الرابع إذن المركز الرابع والخامس لدى لجنة الخط والتحكيم. إذن تهانينا والناموس لعاطف بالله في العنزي على فوز جبار بالمركز الاول. التوقيت الزمني 2:15 و98 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.